الدولة العثمانية. والدولة العثمانية هي إمبراطورية إسلامية أسسها عثمان الأول بن أرطغرل. ينتسب العثمانيون إلى قبيلة قاي من العرق الأصفر. كان موطنهم الأول في آسيا الوسطى بين جبال ألتاي شرقاً وبحر قزوين في الغرب. نزحوا في عهد زعيمهم كندز ألب إلى مدينة خلاط في أرمينيا خوفاً من المغول. وفي سنة 627 للهجرة رحلوا إلى مناطق نهر دجلة. بعد كندز ألب ترأس العشيرة ابنه سليمان ثم حفيده أرطغرل، فارتحل بهم إلى مدينة إرزنجان، وكانت مسرحاً للقتال بين السلاجقة والخوارزميين، فالتحق بخدمة السلطان علاء الدين كيقباذ السلجوقي سلطان قونيا، وسنده في حروبه ضد الخوارزميين، فكفأه السلطان السلجوقي بأن أقطعه بعض الأراضي قرب مدينة أنقرة. على شأن أرطغرل بعد أن أثبت إخلاصه للسلاجقة وأظهرت عشيرته كفاءة قتالية عالية، فبدأ يهاجم ممتلكات البيزنطيين في الأناضول واستولى على مدينة إسكيشهر. بعد أرطغرل تولى ابنه البكر عثمان فأخلص الولاء للدولة السلجوقية، وأوجه نشاطه العسكري نحو الأراضي البيزنطية، فتوسع غربي الأناضول وعبر مضيق دردنيل إلى أوروبا الشرقية الجنوبية، فكافأه السلطان السلجوقي علاء الدين كيقباذ الثالث ومنحه لقب عثمان غازي حارس الحدود العالي الجاه عثمان باشا. استمر عثمان في التوسع على حساب البيزنطيين، وفي سنة 691 للهجرة فتح مدينة قرجة حصار وجعلها قاعدة له، وأمر بإقامة الخطبة باسمه، ثم قاد قواته إلى بحر مرمرة والبحر الأسود. وحين تغلب المغول على دولة قونيا السلجوقية بادر إلى إعلان استقلاله عن السلاجقة سنة 699 للهجرة، ولقب نفسه عاهل آل عثمان، فكان بذلك المؤسس الحقيقي للدولة العثمانية، وتعتبر هذه السنة البداية الفعلية لتأسيسها. في سنة 726 هجرية تم احتلال مدينة بورصة وضمت إلى أراضي الدولة. توفي عثمان بعد أن وضع أسس الدولة، وكانت الولاية من بعده لابنه أورخان.